عداوة؟ ليش عداوة؟ ضربونا رمانة؟ هاي تعرض هسه رمانة، طقونا رمانة من الصبح. ليش ايش لعبت الأطفال لعبت ليش؟ الله لا يوفقكم يا سيد فيصل. شو مسوي لكم؟ لا عدنا عداء، لا ناشرين على أحد، لا هاي مجرد متظاهرين. هاي طقيتوا رمانة وفلشت الأمة العربية وضربتوها ببيتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اليوم الموضوع سيكون عن فرض حظر التجوال في العراق، الإجراءات التي دعت إليها حكومة مصطفى الكاظمي وزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا في العراق وازدياد الحالات. طبعا هي خطوة متأخرة للغاية في العراق وغير مدروسة، طبعا لأنه الوضع في العراق لا يسمح أن يتم فيه حظر تجوال بسبب طبعا حاجة الناس إلى استمرار الأعمال، لأنه لا يوجد دعم حكومي يوفر إلى المواطن البسيط، وبالتالي سيكون هناك خروقات لابد منها، لأن الناس لن تستطيع البقاء في البيوت لفترة طويلة من الزمن دون دعم حكومي، دون توفير حصة تموينية، دون توفير بدائل للمواطن العراقي لكي يبقى في منزله. طبعا وزارة الصحة مثل ما قلنا فرضت حظر شامل على التجوال خلال أيام الجمعة والسبت والأحد في العراق. وزير الصحة الحالي حسن التميمي قال إن قرار حظر التجوال سيكون من الاثنين حتى الخميس جزئيا، من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 5 فجرا من كل يوم، ويوم الجمعة والسبت والأحد سيكون حظر شامل للتجوال. السؤال اللي نطرحه، أنت كمواطن عراقي مشاهد متابع للأحداث عايش بهذا البلد، شنو رأيك بهذه الخطوة الحكومية؟ شنو رأيك بهذا القرار الذي اتخذته طبعا حكومة مصطفى الكاظمي ووزارة الصحة؟ هل تؤيد تطبيق هذه الإجراءات العزل وفرض حظر التجوال؟ أم أنت ضد هذه الخطوات؟ شنو الأسباب؟ نتمنى منكم أن تشاركونا للإبداء آرائكم حول هذا الموضوع. شنو اعتقاداتكم بأنه الصحيح لازم يكون بالعراق؟ فرض حظر التجوال أم ترك الأمور على ما هي عليها؟ شنو بدائل المواطن العراقي طيب في حال فرضت الحكومة فرض حظر التجوال؟ شنو بدائل المواطن اللي يعتمد على أجر يومي أو عمل يومي ما عنده بديل؟ هل وفرت الحكومة الحصة التموينية أو المواد الغذائية للمواطن حتى تعين على هذه الخطوات أو الإجراءات الاحترازية المتبعة؟ ليش وصل العراق إلى أن يتصدر الدول العربية بعدد الإصابات بفيروس كورونا؟ عدنا أكثر من 650 ألف حالة إصابة بالفيروس حتى هذه اللحظة. طبعا لجنة الصحة والبيئة النيابية قالت أن القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بالجامعات والمدارس والمطاعم والقاعات وغيرها جاءت بسبب تفشي الموجة الثانية من وباء كورونا في البلاد. يقول أو قال سلمان الغريباوي هو عضو اللجنة أن القرارات التي صدرت عن اللجنة تعد قرارات مؤقتة قد تستمر لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن الإصابات تزايدت بشكل مقلق خلال الأيام الأخيرة في جميع المحافظات. عندنا اتصال، عندنا السيد أبو علي من المدائن، تفضل. حياك الله وحيا الإذاعة الكريمة. أهلا وسهلا. وبيت أكثر أخوي العزيز، هم بريد ينطونا حظر تجوال على مود كورونا. نعم زين، هم هي الدولة اللي منطيتها للمواطن شنو هو منا الدولار صعدوه خلاه 147. نعم زين، حصة تومينية اللي منطيها للمواطن شنو هو؟ نعم يعني ست اليوم يعني غير أكو بديل من جاي تقول حظر تجوال للشعب. نعم انت غير تلبينا طلباتها عم تقول حظر تجوال تلبينا طلباتها. ايش دي يجيكم من الحصه التموينيه يا ابو علي؟ شو وصلكم اخويا؟ انا وياك ما اختلف. زين بالله هذا اللي عنده فلوس وعنده راتب بالله يقدر يدبر امره، الفقير منين يجيب؟ يوصلكم شيء من الحصه التموينيه يا ابو علي؟ والله العظيم كل شيء ماكو يا اخويا العزيز. انه بس الطحينات وحش السمع الحيوان ما ياكل. نعم يا اخي ماكو شيء، الشعب انهار، الشعب تعبان، الشعب يعني بالقرعان اذا مو انتفاضه من الشمال الى الجنوب فوضى ما
ما يصير هذا الشعب خلاص. نعم ابو سيد ابو علي، الناس اللي اجرها يومي، عمل يومي، يعني مثلا عامل في فرن، عامل في مطعم، في كافيتيريا، في اي مكان، هذول الناس اللي عامل بناء اللي ياخذون اجر يومي، ذولا شنو مصيرهم هم وعوائلهم لما تجبرهم الحكومه يظلون ببيوتهم وبنفس الوقت ما توفر لهم الحصه التموينيه، ما توفر لهم البدائل اللي تعينهم هم وعوائلهم على البقاء في البيوت؟ اي انا واحد من ذولا العمال اللي تقصد عليهم. طيب يعني بالله اطلع من الصبح للمغرب يعني الساعه 3 للأربعة الحله مال العامل، يعني هي 15,000 دينار 15,000 دينار لمن اجيبها؟ اجيبها للطماطات، للطحينات، للمريض، يعني عم التعب بالقران تعبنا تعبنا تعبنا. الفقير الى الله، الفقير الى بس الله. نعم يعني 15,000 لمن اجيبها؟ بس الدفتر اجيبها مسواك، اروح اجيب بها الحصه التومينيه، يعني اروح اجيب مثلا دهن الشكر، ومنه بهاي المواد الغذائيه كليتها مرتبطه بالدولار. اي تروح ليه ذا بالمحل يقول لي يا اخي شو اسوي؟ يقول هذا كله المواد الغذائيه على الدولار. نعم يعني ما اعرف، الفقير الى الله، الفقير الى الله. والله لو تشوف يعني معاناه الفقير يعني تتعب، يعني تقول عليه تعبان. نعم الشعب الى الله، الشعب الى الله. الله يكون بعونكم يا ابو علي من المدائن. اروح للوكيل، أي؟ اروح للوكيل اقول له وين الحصه التومينيه؟ يقول لي الدوله. قلت له يا وين الدوله؟ الطحينات اخبزي من هنا يقعد من هنا بالتنور. ما صار لك ايش قد؟ او انت وباقي العراقيين طبعا مو بس حضرتك، ايش قد على هذا الوضع مال الحصه التموينيه صار لكم؟ ايش قد الفتره؟ انا ما احكي لك بس على حالتي، احكي لك على عموم العراق باكمله. نعم صار لكم ايش قد على هذا الحال مال الحصه التموينيه؟ والله العظيم من السقوط لهذا اليوم. نعم وين الفلوس؟ وين الفلوس لعد اللي دا تستلمها وزارة التجارة اللي المفروض توفر بها المواد الغذائية للحصة التموينية؟ وين هالفلوس دا تروح؟ هي ما بتجيب الفاسدين، هي بتجيبهم. نعم هي ما هاي كلمة حصة، هاي لك وهاي لي، هاي لك، وخلي الشعب، خلي كتلة جوع، خلي جدي، خلي يطلع يسلم. هي دولة تريدها. طيب برايك ابو علي سؤال اخير لحضرتك، ليش صار عندنا اليوم العراق رقم واحد على مستوى الدول العربيه بعدد الاصابات بفيروس كورونا؟ برايك ليش ارتفع هذا العدد؟ ليش صارت عندنا اصابات؟ وطبعا هذا الحكومي المعلن اللي اكو ناس هوايه ما راحت للمستشفيات ولا كشفت عن حالها وهي مصابه، ليش صارت هاي الاعداد؟ طبعا لان هي انت هم لو الحدود مسيطرين عليها. نعم انت يا اخي سد السيطرات، يعني صار من المفروض اي بضاعه تجي من ايران او من تركيا او من باقي الدول. اي هي ما شاء الله، شو العراق صاير سفر دحين، منين ما يطب يطلع. طيب سيد ابو علي من المدائن انا اشكرك، شكرا جزيلا من قضاء المدائن. في بدايه الفيروس عندما كان الموضوع عباره عن ثلاث بؤر حول العالم، كانت وقتها الصين، ايران، وايطاليا، كانت تعتبر بلدان موبوءة، وكثير من دول العالم اتخذت إجراءات احترازية، أغلقت الطرق، أوقفت السفر بين التنقل طبعا للمواطنين بين هذه الدول. ومع هذا طبعا العالم كله انتشر بالفيروس، لكن في العراق استمر لوقت طويل إلى غاية هذه اللحظة الحدود مع إيران مفتوحة. وكانت أثناء الموجة الأولى وفي بداياتها الطائرات والرحلات الجوية لنقل الركاب الإيرانيين والعراقيين مفتوحة، وبالتالي ما وصل إليه العراق اليوم هو نتاج سياسات حكومية خاطئة من وزارة الصحة ومن الحكومة بشكل عام في فرض إجراءات احترازية. اليوم مستوى الفقر بالعراق بارتفاع مستمر، غير المفروض الحكومة توفر بدائل. طيب العامل البسيط مثل السيد أبو علي وغيره شنو بدائلهم لما تجبر الحكومة أنه يقعد بالبيت وماكو لا حصة تموينية؟ يقول من السقوط من 2003 لغاية اليوم ما عنده حصة تموينية، واللي يجي بيها عبارة عن مواد متعفنة، مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ليش؟ وإحنا بلد ب
خزائن ومليارات من الدولارات دخلت إلى خزينة الدولة العراقية على مدى 17 سنة من الاحتلال، أو 18 سنة داخلين. ليش ما توفرت للمواطن هاي الاحتياجات البسيطة الأساسية، حتى لما يكون أكو هيك إجراءات يستطيع المواطن أن يتحمل البقاء في المنزل؟ نعم ظروف استثنائية والعالم كله ديمر بيها، لكن بالعراق هل الخطوات الحكومية خطوات صحيحة تجاه فيروس كورونا، والخطوات الاحترازية المفروضة خطوات صحيحة؟ من عندنا؟ عندنا السيد أبو كريم من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سالم محمد، احنا ما عندنا حكومة. سالم محمد، من يوم الاحتلال اللي قاتلناهم لهذا اليوم ما عندنا حكومة. نعم. إيرانية كلية حكومة، إيرانية إسرائيلية أمريكية، ما عندنا حكومة. احنا شعب وحدنا، ما عندنا حكومة، شعب عايش على بذرة قوي. ما عندنا حكومة، دولة كلهم إيرانيين تبع. نعم. تركيا، ما عندنا حكومة. هذا لا مصطفى الكاظمي ولا المالكي ولا احنا معرفناهم وشفناهم، هذا ما عندنا حكومة. اخي نرجو من الله ومنكم ساعدونا الداخل، احنا الداخل ما كله سجن. انا اسفح عني كل واحدة تبعد عني 200 متر. ايران وامريكا ضربنا القبض علينا في كل. بس ما كل شيء عندنا، ما عندنا شيء لي. بس الله دا يساعدنا. سالم محمد سلم لي على سلمك وعلى محمد نصير سلمك. أنا أشكرك أيضا يا أبو كريم من الفلوجة، شكرا للمشاركة. بالبصرة طبعا، محافظة البصرة الله يعينهم ويعين كل المحافظات العراقية، حالهم جدا سيئة بالنسبة للقطاع الصحي. الأمراض والأوبئة منتشرة بسبب مخلفات النفط، الغاز المحترق والمخلفات بشكل عام الموجودة بالمحافظة، المياه الآسنة الملوثة الغير صالحة للاستخدام الآدمي للشرب وغيرها، والجو الملوث، وطبعا كثير من الأمور اللي دمرت صحة كثير من الناس، وانتشر مرض السرطان عافانا وعافاكم الله طبعا بمحافظة بشكل كبير جدا. لما جاء فيروس كورونا طبعا زاد وفاقا من المعاناة. خلونا نشوف هذا المقطع مشاهدينا الكرام من قضاء الدير شمال محافظة البصرة. ناس راحوا للمستشفيات وناس يطلبون سيارات إسعاف، ومدى تجي لا سيارات إسعاف ولا أكو كادر أصلا في المستشفى. خلينا نشوف. عم هاي مستشفى الدير بقى على هاي العلم مطلة هنا، وسواق إسعافات ماكو، سواق حج خطية سواق ماكو، سواق ماكو. هذا الحج توفى، هذا الحج باعوا له سواق ماكو، مضمدين ماكو، هذا الحج توفى باعوا له خطية بالدير هاي، وهذا الحج خطية مكسورة رجله ما حشدها لي، هاي مكسورة رجله خطية الحج هذا ما حشدها لي، باعوا ما حشدها لي. هذا حادث جابوه يا با أربعة زين وكسرة ما ضمدون خلوا راحوا. هاي العالم هلا معقطه هنا، باوعي هاي المستشفى، هاي الله يرضى محمد حاج مدير الناحيه يصيبك شلل براسك. محافظ البصره خلي نشوف احنا معاناتنا بالدير، الناس تروح تموت وتنتهي. الله يرضى قضاء لا مو قضاء، قضاء الله يفلككم ان شاء الله. العالم ماتت، ماكو ماكو طيره، ماكو طيره والله غيره، لا صحيحه. الله يرضى محمد ماكو والله، يقول والله ما عندنا مضمده، ما عندنا مضمده، هل جاي تموت؟ الله ما يرضى. شنو ذنبه صار لهم ساعه زمان جابوه، لا اسعاف، لا سائق، اسعاف راحوا بالاسعاف جاي ثاني، تعال والله حضرتهم بالاسعاف ما موجود. حظهم مبختهم والله، حساب حظهم مبختهم. خلي يسمع مدير الناحيه، خلي يسمع المحافظ، ناس رايحه مسحوقه بالرجلين. هاي اثنين نسوان وقر عنهم، هاي شوف اثنين نسوان واثنين زلم اخذوهم خطرين، وصار ساعه زمان ما حد. العراق مصنف أنه واحد من أكثر دول العالم بموظفين بحسب الإحصائيات الدولية. العراق بأكثر من 4 ملايين موظف حكومي. طيب هاي المستشفى، هاي سيارة الإسعاف وين السائق؟ لما السيارة راكنة ويدورون على سائق ما يلقون، يدورون على ممرضة على مضمدة ما يلقون. طيب وين ذول الموظفين؟ العراق ليش بأربع ملايين موظف حكومي وماكو اللي يدير العملية، ماكو سائق السيارة، ماكو المضمدة أو الممرضة؟
مستشفيات بالعراق اليوم لغاية هذه اللحظة خالية من الكادر الطبي تماما. طيب وين ذولا دي يروحون؟ الرواتب هاي المندة تدفع لما أنت عندك 4 مليون موظف حكومي بحسب أرقام الدولة والأرقام الدولية، وما كل ذولا الموظفين مدى ينتجون شيء على الأرض، ناس تنتظر ساعة سائق سيارة الإسعاف. خلينا نسمع سيد صادق من واسطة، تفضل. سيد صادق لو سمحت اسمعني من الهاتف ونص صوت التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام سيد صادق، بس نصي صوت التلفزيون لو سمحت. اسمعني من التليفون. فقدنا الاتصال، قطع الاتصال. طيب صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه لجائحه كورونا، المفروض بالعراق من رئيس الوزراء الكل يصير عندها نفير عام، كل الوزراء الوزير شخصيا مثل وزير الصحه، وزير التجاره، كل الوزراء بدون استثناء. يعني هاي جائحه وباء، واحنا نعرف احنا العراق مار بازمه اقتصاديه، فالمفروض يتعاونون الكوادر الموجوده عندهم، يعني من سيارات من غيرها من مساعدة. نعم. يعني وزارات تتكاتف في سبيل يتجاوزون هاي الأزمة. لكن هو من أعلى الهرم، من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء إلى وزير الصحة المعني بالموضوع. نعم. كلهم لا أبالي وما دارين بال، وأصلا عوائلهم ما تعيش بالعراق، لأن العراق يعني مو مؤهل إن عوائل المسؤولين يعيشون به، يعيش به ولد الخايبة والفقراء والناس الأبرياء اللي لا حول ولا قوة، والدولة واقفة تباوع عليهم والمرض يفتك بيهم، وخصوصا هسه صار أكو كورونا متحولة وأخطر من سابقتها. يعني فالمفروض بوزير الصحة يعني ليل ما ينامه، المفروض يفتر على كل المحافظات والمستشفيات والمستوصفات والإسعافات، ويعني يعني تدقيق مباشر من عنده على الوكلاء الوزراء والمدراء العامين بكل المحافظات. نعم. ويسوي نفير عام وزارة الصحة في سبيل يحاول يسيطر. يعني تدري مستشفى اليرموك وغير هاي المستشفيات. نعم. العملاقة اللي كانت سابقا يعني صار 17 سنة مهملة هي. أي. وغير مؤهلة لحتى لاستقبال أبسط الحالات الاضطرارية، المفروض بيها يقفون عليها ويوفرون جناح خاص. طيب هذا بالنسبه للمفروض حضرتك بدك تتكلم، لكن شنو رايك بالاجراءات اللي اتخذتها وزاره الصحه بموضوع الحظر التجوال اللي مفروض مؤقتا مثل ما يقولون اللي هو اسبوعين؟ هل هاي الخطوه صحيحه تكفي للحد من انتشار الفيروس؟ هاي الخطوه مناسبه؟ طيب هم الحظر فرضوه مساء، الصباح الفيروس ما راح ينتشر الصبح مثلا؟ بالإجراءات اللي قاموا بها بالآونة الأخيرة يعني ما تكفي، المفروض إذا يريد يسوون حظر يسوون حظر شامل في سبيل يعزلون الناس ببيوتهم وما يصير اختلاط بالشوارع وغيرها. طيب. ويا العزل أكو إجراءات، أنت مو بس تعزلني وتقعدني وتمنعني من الشغل، وبالذات الكسبة، الناس الكسبة اللي قوتهم من شغلهم اليومي مو موظفين، عندنا هواي ناس مو موظفين يطلع يشتغل، فهذا من راح تمنعه حظر سواء نهاري او ليلي مثل هذا اللي سووه، المفروض توفر لي مواد غذائيه ابسط شيء. نعم. وتخلي اكو رقابه صحيه موجوده بالمنطقه او بالمحافظه تتابع الحالات الاضطراريه اللي جاي يصير. اغلب الحالات استاذ محمد. أي. اغلب الحالات الجاي يصير جاي يقعدون بالبيت، الدكتور يخابره يقول انا صارت عندي هيج حاله وهيج حاله واعراض صارت عندي، يقول له اقعد بالبيت، وزاره الصحه والدوله ما تعرف بيشك وماكو. يعني ما جاي يتابعونه ولا كل شيء، فهاي اجراءاتهم القرارات اللي اخذوها مال 8 للفجر ما راح تسوي شيء، هو الوباء منتشر بكل محافظات العراق. ما. يعني لو تسوي حظر شامل وتوفر للناس يعني للغاز والنفط، نحن مارين بفصل شتاء، والمواد الغذائية، وحتى اللي يحتاج شغلة وما يقدر يطلع، المفروض وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، ليش أقول لك يعني نفير عام؟ أي. نفير عام وأحضر كل المناطق في سبيل أقلل من الإصابات، لكن الدولة ما يعنيها ولا يهمها الأمر ولا يمها الأمر. طيب. وهم حتى الشارع العراقي يقول لك سووا هيك إجراءات هم مقصودة للمتظاهرين وغيرها. أي. في سبيل يطون حظر شامل حتى المتظاهرين يضغطون عليهم ما حد يطلع، شغلة الانتخابات وغيرها يعني هم شغلة. أي. سياسية يعني ما يهمهم أرواح المدنيين والناس العز يعني الأبرياء وغيرها. أشكرك سيد صباح، وصلت فكرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. عندنا السيد أبو طه من فنلندا، تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وسهلا. على موضوعكم اليوم على مود منع التجوال. نعم. الحظر. أي. هذا الحظر اللي قطع أرزاق الكسبة الأجور يومي. نعم. وهم من يسوون حظر مو خوفا على الشعب وعلى المواطنين. لقمع المواطنين وقطع أرزاق مرت المواطنين يعني هذا هو اللي هم مو خايفين عن المواطنين يعني من المرض وإجراءات صحية وأمنية على مود لا ينتشر الوباء. نعم. هذه قوانين هم اللي دعين ينزلونها على المواطن كله على مشغلة المظاهرات وقطع أرزاق المواطنين اللي يشتغل أجور يومي اللي ما عنده راتب. نعم. سيد أبو طه بس حتى أيضا هم نكون واضحين بالموضوع، الحكومة الموضوع حظر التجوال اللي أقرته وزارة الصحة هو 5 أيام بالأسبوع من 8 بالليل إلى الساعة 5 الفجر، والجمعة سبت أحد حظر كامل شامل يوم 3 أيام بالأسبوع، وخمسة أيام تعتبر أو 4 أيام تعتبر هي حظر جزئي. إحنا نقول إنه لما يفرضون حظر مساء من 8 بالليل للخمسة الفجر، من 6 الفجر للساعة 7 مساء الفيروس ما راح ينتشر؟ لما الناس ترجع تنزل الشوارع من جديد خلاص يعني هيك الفيروس وقف موضوعه وقف مفعوله ما قام ينتشر؟ هذا هم ما ادري يكذبون على ارواحهم ما ادري ما اعرف ايش يسوون. يعني انت تسوي حظر من الساعه 8 بالليل للساعه 6 الفجر. نعم. تعرف الناس من 8 ل 6 الفجر الناس نايمه ببيوتها، ودنا الشتاء عندنا مو صيف. نعم. كوفي فوتوشوب وكوفي كافي وما اعرف شنو ما موجوده. يعني بالشتاء يعني تقعد قاعد الناس خارج البيت. فهذا هم مسوين ذن على مو شغله هيك اعلانيا. واليوم العطله على مود المتظاهرين اللي ما عنده شغل وما عنده عمل. يوم العطله ده لا يروح للمظاهرات. سيد ابو طه المظاهرات هذه يعني كسرت شوكتهم ومخوفتهم حيل يعني مو شويه. انا اشكرك يا ابو طه من فنلندا، شكرا للمشاركه. عندنا السيد رعد من الموصل، تفضل يا رعد حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أخو يعني عامل كاسب. نعم. زين هذه فترة أسبوع أنا هذه حضرة جوال. نعم. زين أنا كتب أنا شغلة لا تقول أنا راتب لا تقول عندنا شيء أنا الواحد إن شاء الله هاي الأسبوعين شو راح يقضيها وإحنا هذا وقود يومي. أي. إيه فشنو يعني إذا حضرة جوال شو بدنا إحنا زين نقعد في البيت هذا ليه راح يصير مصروف. نعم. يعني نطالب الحكومة إن رواتب شيء أو يعطونا عشان مثال شلون تقول هاي المدة 14 15 يقضيها لا فلوس لا شيء. نعم. سيد رعد أنا هم أسأل حضرتك مثل ما سألت أبو علي من المدائن هو أيضا كاسب. أكو حصة تموينية دا توصلكم؟ والله ما جاء توصلنا بس الطحين. طحين. يقول أبو علي يقول حتى الطحين خربان وتالف. أهلي. تفضل. جا أقول لك الحصة التموينية ما يصنع منها لا بس لا شكر لا زيت بس الطحين جاهزين. نعم. إيه. الله يكون بعونكم يا سيد رعد من الموصل، أنا أشكرك للمشاركة. يعني مثل ما تسمعون مشاهدينا الكرام، أولا خطوة غير مفهومة أنه هي لمدة أسبوعين، يقولون هي خطوة مؤقتة، هل هاي الأسبوعين حتكون كافية أنه تحد من انتشار الفيروس؟ هاي وحدة. اثنين موضوع الوقت والتوقيت، ما التوقيت حظر التجوال، الأوقات المختارة، هل مساء لما يفرض الحظر نهارا ما راح ينتشر الفيروس؟ طيب الناس اللي البسطاء أصحاب الأجر اليومي أصحاب العمل اليومي اللي يأخذون على اللي يأخذون أجر بسيط جدا مقابل عملهم يوميا، ذولا شنو مصيرهم هم وعوائلهم؟ وين الحصة التموينية؟ هذا ثاني رأي طبعا، ثاني متصل يأكد أنه الحصة التموينية عبارة عن مادة واحدة وهي الطحين وغير صالح للاستخدام. شو يسوي المواطن بس بالطحين؟ وين باقي المكونات؟ وين باقي المنتجات الغذائية؟ ليش ماكو دعم للمواطن البسيط؟ عندنا 40-50% بحسب الأرقام الحكومية فقراء في العراق، ذولا شنو مصيرهم؟ هل هذه الخطوة صحيحة من قبل الدولة؟ ليش هذه الخطوة الآن؟ شنو سببها؟ هل حتى
تحد من انتشار فيروس كورونا، صرنا الأول عربيا بعدد الإصابات. وين كنتوا يا وزارة الصحة؟ وين كانت الحكومة قبل؟ طبعا العراق قال احنا ما نريد مساعدات من أمريكا بالنسبة للقطاع الصحي. صرحت الحكومة بأنه احنا ما نريد مساعدات من أمريكا، هذا طبعا مثل ما قالت وزارة الصحة. ردت السفارة الأمريكية ببغداد وفضحتهم الحمد لله، طبعا ردت قالت انه طبعا هي ردت على طلب العراق المساعدة في الحصول على لقاحات من فيروس كورونا في البلاد. طبعا وزارة الصحة نفت طلب العراق أي مساعدة طبية من الولايات المتحدة في مواجهة فيروس كورونا، وأشارت إلى أن العراق لديه اتفاقية واضحة والكميات التي سيستلمها العراق هي مقابل مبالغ مالية بحسب الوزارة. يعني احنا بفلوسنا ده نشتري اللقاح، هذا وزارة الصحة. لكن يبدو أنهم كانوا قد طلبوا مساعدة من الولايات المتحدة، وهذا الموضوع كشفته السفارة الأمريكية في بغداد. ليش هذا الكذب؟ وين الأموال أصلاً اللي حتشترون بها اللقاح؟ وين اللقاح أصلاً؟ هل وصل إلى العراق؟ هل بلشتوا بإعطائه إلى المرضى؟ إذا أعطيتوه إلى المرضى ليش إحنا عندنا إصابات متزايدة؟ ليش دا نشوف القطاع الصحي منهار لغاية هذه اللحظة في العراق؟ ليش ماكو دعم للمواطن البسيط؟ كل هاي الإجراءات وينكم أنتم منها؟ طبعاً عندنا رسائل مشاهدينا الكرام وردت على الواتساب. رسالة تقول إن شاء الله الثورة الكبرى الثانية قادمة وتشوف شنو راح نسوي بالحكومة الحرامية. عندنا رسالة أيضا أبو عمر من أمريكا يقول تحياتي لكم أخي العزيز محمد وإلى قناتكم الكريمة، أي حظر والإيراني براحته يتجول؟ سؤال منطقي. عندنا رسالة أيضا من أبو حاتم من الموصل يقول تحية طيبة للجميع. العراق ابتلي بالاحتلال وجرثومة الاحتلال الأمريكي اللي هي عصابة الخضراء أخطر من وباء كورونا، لأنها مرض فتاك وقاتل، والعلاج لهذه الجرثومة في الخضراء هو الشعب، سلاح القوة بثورة كبرى واستئصال هذه الرؤوس العفنة لهؤلاء العصابة من الشمال إلى الجنوب، والقضاء على الاحتلال الأمريكي الإيراني والأحزاب الخردة والميليشيات الإيرانية الجبانة بقيادة عملاء إيران. والسلام عليكم. خلونا نروح مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. تعال 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 تعال. هاي وصلنا هنا هسه سيد فالح، وصلنا للبيت وراح يوصل أحمد جمعة بنص الطريق. متعرضين لمحاولة اقتيال، بس شلون الله مخلصهم ما اعرف، طاقينهم بصرية. هاي سيد فالح واحمد جمعة. ها والله هو وقف مسدس. مسدس ايه؟ مسدس ايه؟ ابو يسار حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة ثانية. شفتوا هذا المقطع، والمقطع اللي عرضناه في بداية الحلقة، محاولات اغتيال لناشطين في التظاهرات في ثورة تشرين، رمانات يدوية واستخدام الأسلحة الرشاشة لاغتيال نشطاء. الحمد لله المقطعين اللي عرضناهم الحالتين نجوا من محاولات الاغتيال هذه. طبعا من المشاكل اللي يعاني منها العراق ومن الكوارث حقيقة اللي جاءت بعد الاحتلال هي فرق الموت والاغتيالات اللي راح ضحيتها كثير من الناشطين المتظاهرين والمدنيين العاديين لدوافع كثيرة. هذه الحالات مستمرة والحكومة تتحدث عن هيبة الدولة، ينزل مقتدى الصدر يستعرض ميليشياته والحكومة تتحدث عن هيبة الدولة، يطلع وراء عمار الحكيم يستعرض ميليشياته وأيضا تستمر الحكومة بالحديث عن هيبة الدولة، وعايف المواطن يعاني بالقطاع الصحي يتكلمون عن هيبة الدولة والسيادة أهم شيء، لكن وين الإنتاج على الأرض؟ وين الاهتمام بصحة المواطن؟ وين الاهتمام بحياة الناس؟ ما موجودة. مثل ما قلنا العراق الأول عربيا اليوم بعدد الإصابات وبأكثر من 13 ألف حالة وفاة، والعدد لا يزال يستمر بالصعود. كل ما أعلن من أرقام هي الأرقام الحكومية فقط. هناك كثير من العراقيين لا يزالون في البيوت مصابين ولا يذهبون إلى المستشفى، لأنه مثل ما صار ويا كثير من العراقيين يذهب إلى المستشفى ما بيشي يطلع متوفي، وهذا طبعا بسبب انهيار القطاع الصحي. وصفت صحف عالمية المستشفيات في العراق بأنها موبوءة وناشرة للوباء. هذه المستشفيات أماكن من المفترض أن تكون
هي الوجهة لجميع المرضى لتلقي العلاج. في العراق هي تنشر المرض، تفاقم من أزمة المواطن، تفاقم من صحته ومن عافيته، وتسبب حالات وفاة المستشفيات. تخيلوا، عندنا رسالة طبعا أحد المشاركين يقول: أخويا والله العراق مسكين، لو يطردون هالشعب لأي بلد تخلصون منه ويأخذون راحتهم، شعب تعبان، قسم تهجر وقسم انقتل وقسم معتقل، الباقي اطردوه وتاليها يصفى لكم الجو. يتهكم طبعا صاحب هذه الرسالة على الوضع في العراق. حكومة تحارب الشعب على كافة المجالات ومختلف الصعد، القطاع الصحي منهار، الوزراء اللي استلموا المناصب بالنسبة لوزارة الصحة منهم وأبرزهم طبعا عديل حمود، وينها من المحاسبة ومن العقاب؟ وشهدت في زمنها وزارة الصحة أكبر صفقات فساد وأغرب صفقات الفساد اللي ممكن يشوفها الإنسان أو يسمع عنها. وينها من المحاسبة ومن العقاب؟ وين المليارات أو الملايين من الدولارات اللي أنفقت على قطاع الصحة العراقي؟ وين الأجهزة الطبية؟ وين أجهزة الإنعاش الرئوي اللي نشوفها اليوم ناقصة وما موجودة في كثير من المستشفيات؟ والعراق بأمس الحاجة اليوم لأجهزة الإنعاش الرئوي، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا. وين المستلزمات؟ الإحصائيات الحكومية تقول محافظة البصرة من 1-2% فقط من مواطنيها يرتدون الكمامات. طيب ليش؟ ليش ما وفرت الحكومة الكمامات؟ ليش ما غذت الوعي بالنسبة للناس أنه ارتدوا الكمامات، التزموا بالتعقيم، التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية؟ وينهم من الاهتمام بصحة الناس وحياتهم وتوفير ما يحتاج المواطن وتسهيل الأمر عليه من الناحية الاقتصادية في سبيل أن يتعامل ويتفهم فكرة الظروف الاستثنائية اللي يمر بها العالم؟ عندنا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك، تفضل. أهلا وسهلا. سادة، الوقاية خير من العلاج. نعم. بالنسبة لهذا الأسلوب ما من حضار، يعني يا ريت يفكرون بالعوائل الفقيرة. إذا أنت فكرت ما يخالف، سويت هذا الحضر لحماية المواطنين من انتشار المرض، بس أنت فكر بالعوائل الفقيرة، أي شلون راح تحصل على قوتها؟ شلون تحصل على معيشتها؟ أنت إذا ما مفروضهم هذا الرزق وهاي المتطلبات اليومية، شلون أنت راح تسوي الحضر؟ وهذا أنت راح تأدي طبقة كلش كبيرة من المجتمع. يا ريت يعني التفكير مالتهم يكون يعني تفكير عملي مو تفكير نظري. يعني انت فكرت لاجل ان يسوي لك يعني شغله دعائيه وما تفكر بالاخر، وهذا ما يجوز، هذا ما يجوز. يعني ما اعرف، يعني ناس اصحاب خبره، اصحاب يعني فكر اللي انطوا هذا القرار، ما اعرف يعني شلون ثانيته وهي حكومتنا. الله اللي. تحياتي لك استاذ. انا اشكرك سيد عبد الرزاق من بابل، شكرا للمشاركه. عندنا رساله يقول ابو راقيه من ديالى: السلام عليكم، انا ابو راقيه من ديالى. يا استاذ العزيز، انا اعمل ب 15000 دينار والحظر فرضته الحكومه، زين انا منين راح اعيش وحصه ماكو؟ والله تعبنا من هاي المهزله، الله لا يوفقهم ان شاء الله. شنو مصير اصحاب الدخل المحدود واصحاب العمل او الاجر اليومي اللي يحصلون على 15000 و10000 و8000 وغيرها من هاي المبالغ الرمزيه اليوم في ظل غلاء الاسعار اللي يعيش العراق؟ طبعا ازمه دولار، ارتفاع بالاسعار، انخفاض قيمه الدينار العراقي، وكلها تثقل من تثقل كاهل المواطن العراقي وتصعب عليه المعيشه. ابو ال 15000 دينار اللي يشتغل يوميا في سبيل أنه هو يجمع مبلغ بسيط، في النهاية 400000 دينار عراقي ربما بالشهر إذا اشتغل يوميا. طيب هذا 450000، هذا شنو مصيره لما يقعد 3 أيام بالأسبوع لا شغل ولا عمل؟ هي ال 15000 دينار أصلا شو تجيب في ظل غلاء الأسعار اليوم؟ عندنا رسالة أيضا يقول: السلام عليكم أخي العزيز الفقير، إلى الله، والشعب راح يجي يوم ينفجر ويحرق الأخضر واليابس. الجميع ينتظرون هذه الانتفاضة. ثورة تشرين طبعا لا تزال مستمرة، لكن تمر بها مراحل من يعني البرود قليلا، ربما الفتور وتشطاط غضبا مرة أخرى. اليوم بدنا نشوف في محافظات جنوب العراق لا تزال مناطق
بها تظاهرات، اعتصامات لا تزال في بغداد لأصحاب الشهادات العليا، العقود وغيرهم. احنا دائما نسأل انه ليش تتحول بعض التظاهرات الى ثانوية ويهمل المطلب الرئيسي وهو اسقاط النظام، لانه بالنهاية حتى لو تعالجت مسألة معينة ان كانت عبارة عن توفير فرص عمل او اعادة كهرباء او غيرها من الامور الجانبية، هل القضية العامة ستنتهي؟ هل الفساد في العراق سينتهي؟ هل الميليشيات والسلاح سينتهي؟ هل انهيار القطاع الصحي في العراق سينتهي؟ إذن أمور في العراق متشابكة ومرتبطة ببعض. اللي يريد يطالب بحقه يطالب بالحق العام. الشعار اللي رفعه الناس في ثورة تشرين أريد وطن، من يجي الوطن وتعاد الدولة إلى أصحابها، ترجع فعلا هيبة الدولة وسيادة البلد، حترجع الأمور تتصلح تدريجيا. لكن واحد يطالب بالكهرباء والثاني يريد وظيفة، حصلت على وظيفة وتعينت في مؤسسة الدولة ويطيروك ثاني يوم بسبب واسطة أو رشوة من أحد الفاسدين أو اللي عنده ظهر، أنت شنو مصيرك بالنهاية؟ فأيضا هذا السؤال يطرح. إذن مشاهدينا الكرام، يستمر الحديث عن أزمة تفشي فيروس كورونا في العراق، الموجة الثانية اليوم. العراق بدأ بالموجة الثانية، المرحلة الثانية من انتشار الفيروس، أصبح الأول عربيا بعدد الإصابات، والإجراءات الحكومية لا تزال خجولة وضعيفة جدا مقارنة بدول العالم المحيطة بنا. طيب احنا بلد غني، بلد بمليارات، شنو اللي وفرته وزارة الصحة بالنسبة للمستشفيات، للمستوصفات، للمراكز الصحية بالعراق؟ المقطع اللي شفناه من قضاء الدير بمحافظة البصرة أكبر دليل على الإهمال الحكومي لقطاع الصحة. وزارة التجارة شو وفرت للمواطن العراقي؟ وين الحصة التموينية؟ وزارة العمل، وزارة المالية شو وفروا لأصحاب الدخل المحدود والأجر اليومي؟ شنو بدائل الناس لما تقعد ببيوتها مفروض عليها حظر تجوال؟ شنو بدائلهم من الناحية الاقتصادية؟ عندنا السيد أياد من الموصل، تفضل. أياد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه مثلا مخصوص الموازنة لحد الآن مباطلين متعقين بالموازنة. نعم. الموازنة لحد الآن يعني احنا تعبنا والله. نعم. صعودهم من حج الشعبي حج العشائري. نعم. ايش بيه الحج العشائري؟ ايش يسوي هسه؟ هو احنا عمود العودة، بس العودة ما عرفنا. أنت من الحج العشائري؟ اي نعم. ايش سويت؟ مقصود عقودنا عودنا. شلون العفو اياد، بس اريدك تعلي صوتك لو سمحت. اقول لك هم الحج العشائري انتظر بس يعني غير موازنة حتى نرجع. طيب ليش تريد ترجع للحج العشائري يا اياد؟ مفروض عقدي انا استاذ العزيز. شلون اياد؟ نعم استاذ. ليش تريد ترجع؟ مفصول عقدي، مفصول عقدي، صارت عودة وعودنا يعني ما كانوا مستطاعوا صارت عودة. اي بعد ما كانوا مستطاعوا. نعم. انت تريدهم يثبتوك بالموازنة، انت اصلا وجودك غير قانوني اصلا بالبلد، يعني شنو معنى حشد عشائري؟ يعني شنو انتو، شنو دوركم، شنو هدفكم؟ شنو هدفنا يعني؟ تعرف احنا التحريرات مع الموصل وخير. اي خلاص يعني مو تحررت الموصل هسه؟ انت من الموصل مو اياد؟ نعم. قل لي بس الجانب الايمن شنو وضعه هسه؟ زين والله الحمد لله مستقر. طيب الناس اللي متهجرين منه رجعوا لبيوتهم يعني الحمد لله؟ تعمر الجانب الايمن؟ لا لحد الان. ليش ما تعمر الجانب الايمن يا اياد؟ اياد ليش ما تعمر الجانب الايمن بالموصل؟ متحرر هاي ها؟ استاذ انا تسال انا اقول اللي تعرفه ماذا افهم عليك؟ الجانب الايمن بالموصل، الجانب الايمن بالموصل ليش بعد ما متعمر؟ فقدنا الاتصال. اياد من الحشد العشائري، وطبعا هم ميليشيات مثل باقي الميليشيات الموجودين، يريد يرجع يعني يقرب الموازنة فقرة انه يعطوهم رواتب. اياد يسعى للراتب. ليش اياد اصلا صار بالحشد العشائري؟ لان ماكو وظائف، ماكو فلوس،
فالناس دا تتجه إلى الميليشيات، بعض الناس طبعا تتجه إلى الميليشيات وإلى القوات الأمنية في سبيل الحصول على رواتب. الحكومة ورا ما خلصت وياهم الحشد العشائري طبعا، أكو فصائل ما يريدوها بعد، ها هي فعفوهم على صفحة، ماكو رواتب. صار له من 2017 أياد دا يريد يحسب على الموازنة حتى يحصل راتب، لكن أياد يقول إحنا حررنا وسوينا. النتيجة شنو؟ الجانب الأيمن من الموصل الصاير به، مدينة الموصل بشكل عام، محافظة نينوى بشكل عام، المحافظات اللي شهدت عمليات عسكرية وأصبحت مناطق ومحافظات منكوبة، شنو ما صير الناس اللي بيها؟ أنت تريد راتب، حقك، حقك إنه أنت تحصل على راتب في بلدك، تمام، لكن شنو الطريقة اللي تجيب بها الراتب؟ بحمل السلاح وقتل الناس وترهيبهم؟ أكو ناس قد يكون طلعوا لغرض نبيل، أنه يحمي منطقته، أنه يحافظ على عائلته، أنه كذا. طيب خلاص انتهى الدور. اليوم الحكومة شو وفرت لكم؟ هل الحكومة أجتي وعمرت لك المنطقة؟ هل وفرت لك الحصة التموينية؟ أنت هسه دتخابر حتى تحصل على راتب أو دتناشد، ماشي. ليش الحكومة ما توفر رواتب للناس؟ ليش ما توفر الوظائف للعالم؟ ليش دتجر العالم أو تدفعهم إلى المحارق، إلى الميليشيات، إلى حمل السلاح في سبيل الحصول على وظيفة، في سبيل الحصول على فرصة عمل؟ ليش دفع العراقيين إلى اتخاذ هذا الأسلوب للوصول إلى المال؟ يعني ما أقدر أقول لك أنه نتمنى لك أنه ترجع وكذا، لأنه بصراحة الناس بعد طقت أرواحها من الميليشيات، لكن أنا أتمنى لكل عراقي بسيط فقير يعاني حقيقة بسبب الأزمة الاقتصادية اللي يعيشها البلد وبسبب كثرة اللصوص والفاسدين، أنه يحصل على حقه، حق مشروع بالبلد، أنه يحصل على وظيفة، يحصل على راتب مخصص مالي، حصة تموينية إلى والعائلة. أتمنى طبعا للجميع. وناس هواية طبعا مشاهدين الكرام من حتى الحشد من الميليشيات يتصلون بينا يشاركون، بعضهم تحدث بصراحة وقال أنا لو ما الحاجة ما أذهب وأتطوع وأحمل السلاح وأقاتل، أنا شو اللي بهالسالفة؟ لولا الحاجة يستغلون حوائج الناس في سبيل تجييش الفقراء. عندنا رسالة. كيف الحال أخي الكريم؟ تحية طيبة. وبعد يقول عندي صديق عراقي ومن أهالي شمال بابل، مقيم حاليا في الأردن، لديه معلومات قيمة جدا كشاهد عيان عما جرى لسكان تلك المناطق من مجازر وإخفاء وتهجير وبالأرقام والتواريخ، وهو كذلك كان سجينا وتم إطلاق سراحه مقابل مال دفع لجهة ميليشياوية، وهو راغب بتقديم هذه الشهادة. سيتم التواصل إن شاء الله مع حضرتك، ومهم جدا أنه من الجميع أخواننا المشاهدين أنه من لديه معلومات، من لديه وثائق، من لديه تفاصيل حول أي شيء يحدث في العراق أو شهده هو كشخص، نتمنى أن يتواصل معنا من خلال منصات كثيرة أنت ترى، الفيسبوك، الواتساب التي تقدمها القناة للمشاهدين الكرام، حتى ترسلوا لنا هذه المعلومات. طبعا سيكون لنا دور إن شاء الله في عرضها، وهي مهمة جدا أن تعرض للرأي العام لكشف الحقائق. وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.